بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف أشرح كيف نضيف نص إلى فيديو من خلال برنامج Windows Live Movie Maker. البرنامج يأتي مجاناً مع Windows Vista و 7 فما فوق، يوجد في قائمة إبدأ، لكن في البداية لابد من تحميل الفيديو من أي مكان، مثلاً من اليوتيوب باستخدام أحد برامج تنزيل الفيديوز مثل Free YouTube Downloader مثلاً. سيكون الفيديو موجود في أحد الفولدرز، هذا هو الفيديو الذي سنقوم بإضافة النص له. بالزر الأيمن نضغط فتح باستخدام أو Open with Windows Live Movie Maker. ممكن بطريقة أخرى فتح البرنامج نفسه والبحث عن الملف في المجلد المطلوب. واجهة البرنامج جدا سهلة، بإمكاننا إضافة صوت أو تحرير الفيديو كما سنشاهد بعد لحظات. إذن هذا هو الفيديو، كما تلاحظون تم تقسيمه إلى مقاطع. إذا أردنا عرض الفيديو كبريفيو، نستطيع إضافة من الصفحة الرئيسية، نستطيع إضافة ملفات فيديو إضافية أو إضافة موسيقى أو تصوير من خلال الكاميرا مباشرة. ما نبحث عنه حاليا هو إضافة السبتايتل أو الترجمة، إضافة نص إلى أي مقطع من الفيديو. في حالتنا هذا سأخفض الصوت قليلا. في حالتنا هذا سأعمل بريفيو للمقطع. تلاحظون لا يوجد سبتايتل هنا. إذا أردنا إضافة نص في اللقطة التي ظهرت فيها كلمة ماما، نوقف ثم باستخدام هذا الزر إضافة تسمية ندخل النص كما هو واضح. لاحظوا أن النص لابد من الاهتمام بالخلفية، تغيير اللغة. من هنا أستطيع تغيير اللون، لون الخط. أتأكد دائما أن مكان السبتايتل دائما ثابت، هذه العملية نسميها الكونسيستنسي، نتأكد من أن لون الخط، شكل الخط، مكان الخط دائما ثابت في السبتايتل أو في الترجمة. إذا عرضت الفيديو مرة ثانية في البريفيو، لاحظ المؤشر لتحديد مكان بداية اللقطة. المفروض أن كلمة ماما تظهر قبل. من خلال تنسيق أجد هنا وقت البدء ومدة النص. أستطيع تحريرها من هنا بالسحب، وأستطيع من الأفضل تحديد وقت البدء من هنا، المفروض أنه أقل. لاحظوا أن المؤشر كلما ضغطت في وقت البدء يتحرك معي. إذا العملية تحتاج إلى تنسيق. بعدما قالت الكلمة، قالت ماما، المفروض أن نقلل مدة بقاء النص مثلا إلى ثانية، لأنها لم تستغرق وقتا طويلا. أعيد بالمؤشر وأضغط مرة أخرى. إذن أستطيع أيضا تقليص وقت بدء النص وأعمل بروبا. نجرب إضافة مقطع على مقطع آخر مثلا هنا. إذن هنا نضيف سبتايتل جديد. إذن أغير لون الخط، من الممكن تغيير حجم الخط، شكل الخط، لكن لابد من التأكد من الاتساق أو ثبات كل هذه المواصفات حتى لا يتشتت المشاهد. إذا المفروض هنا ممكن ثانية واحدة وأتأكد في البريفيو. أحتاج إلى تطويلها أكثر. إذا مرة ثانية بتحديد النص أزيدها إلى ثانيتين. إذا هنا أحتاج إلى إضافة نص آخر.
أعمل بروفا. And the day before that. إذا المفروض أن تبدأ أقل. لاحظوا أن المؤشر يتحرك أيضا. أبدأ. And the day before that. ممكن أن أبدأ من اللقطة السابقة. إذا المفروض أن تتوقف بعد ثانيتين تقريبا. المسألة تحتاج إلى دقة والتوقيت. إذا أقل، ممكن ثانية واحدة. بعد أن أنهي جميع إضافة النص لجميع اللقطات أو إضافة الترجمة لجميع اللقطات، أحفظ الملف. سيسمح لي بحفظ الملف. إذا أنهيت الملف أستطيع نشر الفيلم كفيلم بترجمته من خلال اليوتيوب أو فيسبوك أو أي مكان آخر، لكن الأفضل أن أحفظ الفيلم على جهازي. في هذه الحالة أستطيع اختيار الدقة إذا كان بدقة عالية، وفي هذه الحالة سيكون حجم الملف كبير. أستطيع حفظه في جهاز الكمبيوتر. إذا لم أنهي المشروع فيفضل أن أحفظ المشروع على صيغة ويندوز لايك موفي ميكر، وفي هذه الحالة أنا أسميته باسم نورا والتغيير. سأريكم النتيجة النهائية أو جزء من النتيجة النهائية. كما تلاحظون أضفنا الترجمة لجميع اللقطات، ثم نحفظ الفيلم على الجهاز أو إذا أردنا نشره على اليوتيوب أو في أي مكان آخر. شكرا لكم، وأتمنى أن تجدون هذا الفيديو مفيداً.